شكرا لكل من عمل لهذه الأرض، وشكرا لمن كل أدى خدمة لهذه الأرض، وشكرا للقادم. واليوم القادم ترى مهم جدا، نبي النفوس الطيبة ونبي التلاحم، نبي كل شيء مع بعض، ما نبي اتحاد قديم واتحاد جديد، نبي القديم مع الجديد، نبي ايد بايد ونحط ايدنا وروح سيدي صاحب السمو وسمو ولي العهد والحكومة الرشيدة وكلكم الشعب الكويتي مع الرياضة الكويتية. راضي عن صورتك محمود؟ والله حرتني صورة، ولكو شعر الحين ماكو شعر. شو تقول عن المعرض؟ والله صراحة جهد كبير جبار، أنا أشكرك على كل واحد حط له سطر ولا صورة ولا أي شيء بالمعرض هذا اللي وثق يعني زمن ربعنا وجيلنا كله، مو بس لاعبين، جيل الجمهور، جيل الإدارة، جيل المدربين، جيل الحكومة، جيل الإعلام، كل جيل كامل شارك بالانتصارات هذه. لابد وأن نتذكر الأجيال السابقة التي بنت وأسست للرياضة الكويتية. أرجو أن تكون هذه رسالة لنا كلنا كمواطنين أولا ورياضيين ثانيا وإعلامي بشكل عام. أرجوكم أرجوكم كل الرجاء، هذه رسالة لنتسامح ونتسامى على كل ما في أذهاننا من خلافات ونقول الكويت هي الباقية. شغل عدل توقيع. بغيت أبصم صراحة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أنا قاعد أقول لك اللي قايمين على المعرض هذا أمانة يشكرون، يعني يشكرون مو على المجهود اللي بادينه، ويشكرون إن قدروا هالجيل هذا اللي قدم شيء حق الكرة الكويتية، التقدير وهذا ومجهود، يعني أنا أعتقد بمجهود شخصي أنا أعتقد من هالمجموعة هذه، فأشكرهم وأرجو من الهيئة العامة للشباب الرياضة ومن المسؤولين في الدولة يعني تكريم هؤلاء اللي قاموا على هالمعرض هذا أمانة. معرض كرة القدم الكويتية تاريخ وإنجازات، حقيقة احنا توقعنا من البداية ان المعرض ان شاء الله راح ينجح، لان تم تخطيط المعرض من قبل اشهر عديدة، وبعدين عرضنا مقتنيات نادرة، مقتنياتنا الشخصية. الحقيقة يعني كان فكرة المعرض تكريم هذا الجيل، الجيل اللي فعلا حقق هذه الإنجازات اللي حفرت في ذاكرة الوطن، هذه الإنجازات الحقيقة اللي قاموا يتناقلونها الكويتيين جيل بعد جيل، هذه الإنجازات اللي يفتخرون فيها الكويت في كل مكان وزمان. حقيقة لذلك أنا سعيد في أن يعني هذا المعرض لاقى يعني استحسان وقبول هؤلاء الرجال، أنا أسميهم الرواد، اللي فعلا حطوا يعني اللبنة الأولى والأساسية لكرة القدم في الكويت.